مع الوزير، هل بيستفزك أول شيء حضرتك شو موقفك من تشريع الحشيش؟ وكان النائب وليد جملط سبقك على هذا الطرح وأعلن تأييده لهذا الأمر، وهل يستفزك يعني منظر وجود تاجر مخدرات محكوم عليه بعدد كبير من المذكرات يتجول في حملات انتخابية ويشارك في أحد المهرجانات الانتخابية، وعم نحكي عن نوح زعيتر وأكيد في أكثر في كتار غيره؟ انا بقول لك تشريع الحشيش مشرع بلبنان، يعني اذا بدنا نعتبر مثل السلاح، تشريع السلاح. يعني نعم نحكي تصير جزء من الدوره الاقتصاديه التي انا تضع بتصور على انه يد لازم الدوله على لبنان، لازم لبنان ينظم هالزراعات، ومثل ما تركيا عندها بتزرع الافيون وبتبيعه. انا بقول ليش لبنان يعني ما بيعمل بشرع زراعه معينه وبيصدرها بطريقه رسميه، وبيقول لك ما بيخلونا الامريكان. ما جربنا، يعني نحن عم نخضع لقرارات الخارج او لاملاءات الخارج دون حتى ما نوجع راسنا ب1%. يمكن اذا جربنا نحكي معهم وننظمها ونصدرهم عبر الدوله او عبر مؤسسات رسميه بطريقه معينه لاغراض دوائيه او للدواء ولكل هول المواضيع، بتصور يعني في بلاد عم تعملها، يعني نص العالم عم بيعملها. معليك اذا شبهت الحشيشه بسلاح، انت استخدمت سلاح شي مره صراحه بتقول على الهواء؟ جربت سيجاره الحشيشه؟ لا انا ما جربت سيجاره العاديه، ما بحياتي مدخنها. منك ولا مره مدخن سيجاره حشيشه؟ كتر خير الله، لا شرب ويعني ولا 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 دخان ابدا.